هاي شباب، اليوم انا طبعا بتحدث اني اسوي بوكس بيت من الليجو. طبعا انا في مرة سويت بيت بوكس، وكان كان قبل سنة ولا سنتين، اكثر من سنة يعني، كنت 6 أو 5 ما ادري، لكن الحين انا 7 فبتحدث الحين اسوي. فاول شي لازم نفكك القطع، بفككهم وبرجع. بيس يا شباب، رجعت فككت مو كل شيء، ما اقدر كل شيء، لكن الحين انا طبعا ريت تشوفوا عندي الليكوز. اوكي بوكسي الكاميرا الحين احنا وزن ناخذ هذا، اتوقع وزن ناخذ هذا، هذا سوي زي كذي، لا هذا الحين عندنا مكان عشان نسوي البوكس. يلا نبدا. اول شي نحتاج نبدا بالبورين عشان يعني نسوي كونكت. اوكي الحين اول شي بنبدا نسوي البيس. نحتاج ناخذ، احس ان نسوي البيس بدون احسن. نقدر نستخدم دورين، انا سويته من زمان فأكيد بيستوي، لأن مرة ما بنجرب نسوي بيت، لأن الجول من الحين إن نسوي يس كور بوكس بس يس بوكس. بحاول أخليه إن يعني يصير كبير، يعني بحاول نشوفه وش عندي وش صفر. الحين نسوي وش دي وين مهر. رجعت بالغبصة اصلا هذي. خلصنا البيت، الحين نركب. يب شوف الحين قريب نخلصه. قررت انه بخلي البيت، فيمكن يطول. لو كان لازم استخدم متأول. يجيبوني قطعة شفافة. حبيبي لا 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 كيف ما بنسويها؟ شو رايكم ما احط هذا داخل؟ نحطه؟ لا لا بعدين يعلق. الحين اتوقع
نحتاج الدبل. بروح اجيب البريكس وبجي بيس. شباب جبت كل البريكس وعدت الكاميرا وطبعا كنت مو مهتم باي بريكس من عادته اللي سويته قبل سنة سنتين ما ادري. اوكي لكن الحين بنحط اوكي خلاص بعد فوق الحمرة و هذه أستودع جد وبن يعني بنسوي الفيديو يعني بنسوي الفيديو هذا داخل شوكه همزه وات ايفر بروبلم سول. اوكي احس اني بسوي قريش حلوه هني. يب يب حلوه واجد. اوكي بيس امزح مو بيس لكن بيس ماجيك البيس وات ايفر بيس. تحس اني انا اسال احتاج اوقف مثلا احتاج اكمل هذي بجيب زيادة بريكس وبعد شباب ما ابي اجيب واجد بريكس فبس جبت هذا وهذا يعني هذا ريستورانت. اتوقع هذا الفيديو يتحول الى نسوي ريستورانت. تجربة الريستورانت حقي اوكي بحط فيو بوت وبرجع بوريكم الفاينل ريفيل بيس. شباب رجعت بعد التعديلات حطيت هذا فوق حطيت الباب ورا وهذيك فاينل ريفيل. عندنا هذا يحطوا تحت البطاقة عشان سكان او فوقه عشان كاش وهني على جنب هذا هني في يجي ورا سلايد نفس دي القطعة لكن هذا انورد داخل عشان يهم ياخذوا الكاش. وجد سووا تحت هذا بيجي من هني وبيجيب لي وبيوصله الى بطاقتهم. فدقيقة بجيب بطاقة وبرجع. كشوف جبت بطاقة هذه بطاقة لعبة غير اذا تعرفوا هذا الكراتين قول لي يعني هني نحط تجي وجي 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 داخل لا تقول لي علق. شو هني شلت هذي هني باب سناخد ولازم نشيل دي بعدين نحط ناخذ ونرد نركبه كول صح كول. يا اتوقع هذا كول سماش ذات لايك بتن او هذا على الاقل اللي يقولون يوتيوبرز. اوكي تقدروا تسووا زي كذي بعدين وحده بطاقتهم. ف ان شاء الله عجبكم فيديو اليوم. Bye!